بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج الأخبار الليلة، والبداية من العناوين. إيران والطاقة، قطع غاز عن العراق للابتزاز السياسي، ونفط إلى لبنان لتعويم حزب الله. السلاح الأمريكي في أفغانستان يؤزم وضع بايدن داخلياً، تحقيق جمهوري حول 85 مليار دولار من السلاح مع طالبان. مجدداً مسيرة حوثية باتجاه السعودية، والتحالف يحبط الهجوم قبل استهدافه المدنيين، وفرنسا تستنكر بأشد العبارات. عن إعلان مرتقب بترشح سيف الإسلام القذافي رسمياً للانتخابات الرئاسية في ليبيا. السلام عليكم. ليست المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي تستخدم فيها طهران ورقة الطاقة مع العراق، ضاربة عرض الحائط الاتفاقيات الثنائية لأسباب سياسية تصل حد الابتزاز وفق سياسة عراقيين. ليست المشكلة الأولى في لبنان التي يقف وراءها بشكل أساسي حزب الله يحاول تبرئة نفسه منها، ويطرح نفسه أو يطرح داعمه كالنظام الإيراني منقذاً لأزمة من إعداده وإخراجه بحسب معارضيه في لبنان، آخرها أزمة الوقود. ففي العراق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن إيران قلصت إمدادات الغاز لمحطات الإنتاج العراقية من 49 مليون متر مكعب إلى 8 ملايين فقط. وفي لبنان يبدو أن النفط الإيراني سيصل لتعويم نصر الله ولإدخال الاقتصاد اللبناني رسمياً ضمن ما يعرف باقتصاد الممانعة. نبدأ بهذه التصريحات للمتحدث باسم الوزارة العراقية للحدث. يعني بصراحة وبدون سابق إنذار وعلى حين غرة بشكل مفاجئ، تم تخفيض إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المنطقة الوسطى والجنوبية. هذا التخفيض كان بواقع 41 مليون متر مكعب، من 49 انخفضت الإطلاقات إلى 8، الأمر الذي أفقد المنظومة فعليا قرابة من 5000 إلى 6000 ميجاواط. طبعا هذا سينعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء. الحكومة كما الكهرباء كما مجلس الطاقة الوزاري إجراءاتهم جدية مع الجانب الإيراني لبيان أولا معرفة الأسباب، ثانيا لمعاودة إطلاقات الغاز بظل عدم اكتمال الخطة الوقودية التي تعمل عليها الآن وزارة النفط وتأهيل حقول الغاز. شبكة الأنابيب ستظل الحاجة قائمة للغاز المورد بصراحة. للمزيد من المعلومات والتفاصيل، من بيروت ينضم إلينا مراسل حدث محمود شكر، ومن بغداد ينضم إلينا مراسل حدث منتظر رشيد. أهلا بكما. البداية من العراق، من منتظر إيران إذا خفضت معدلات تجهيز العراق بالغاز، كيف يؤثر هذا على العراق؟ يعني نقصد هنا ساعات الانقطاع التي كانت أساسا موجودة للكهرباء في العراق، هل زادت الآن؟ سارة، 60 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز، بالتالي ساعات تجهيز الكهرباء قلت كثيرا وانخفضت. نحن أمام انخفاض ربع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، من 21 ألفا انخفضت، يعني خسر العراق 5000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية يوميا وبشكل مفاجئ منذ صبيحة اليوم. 80% من يعني امدادات الطاقة من الغاز إلى العراق توقفت بشكل مفاجئ. هناك طبعا من يتحدث عن أن المشكلة الرئيسية ربما تكون عدم تسليم العراق الأموال المترتبة عليه لقاء يعني استيراده الغاز من إيران، وهناك من يتحدث عن ربما أسباب فنية، أو هناك أيضا من يتحدث عن وسيلة ضغط ربما تتبعها طهران على بغداد. إذن إلى الآن لا يوجد تفسير أو إجابة واضحة
تسلمتها السلطات العراقية وتحديدا وزارة الكهرباء من الجانب الإيراني عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانقطاع المفاجئ لإمدادات الغاز باتجاه العراق، لكن ذلك أثر سلبا على ساعات تزويد الطاقة الكهربائية وانخفضت خصوصا في محافظات الوسط والجنوب، بالتالي أثر ذلك على الحياة الاقتصادية بشكل عام، أثر على مخازن تخزين البضائع المواد الغذائية التي تحتاج إلى الكهرباء، وهذا القطاع تضرر بشكل كبير، لكن إلى الآن لا توجد أرقام طبعا حجم الخسارة التي تكبد هذا القطاع بسبب ذلك. ليس ثمة أرقام وليس ثمة كذلك تبرير رسمي إيراني حول أسباب الانقطاع، إن كانت بالفعل الديون مثل ما كان سابقا حول الغاز والكهرباء، ما كانت ثمة أسباب جديدة. هل هناك مفاوضات الآن عراقية إيرانية لإعادة تصدير هذه الكميات التي كانت اتفق عليها سابقا؟ بالفعل بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من وزارة الكهرباء، بدأت الاتصالات طبعا منذ صباح اليوم على خلفية توقف إمدادات الغاز، لكن إلى الآن لم يرشح أي جديد عن هذه المفاوضات التي انطلقت. لم يطرح الجانب الإيراني الأسباب الحقيقية وراء يعني قطعه لإمدادات الغاز، لكن المفاوضات تجري على قدم وساق، لأن العراق لا يملك لا الوقت ولا أيضا يعني يمكن احتمال أن يخسر العراق 5000 ميجاوات في يوم واحد. هذه يعني الكمية كبيرة جدا من الطاقة الكهربائية تؤثر بشكل سلبي على الحياة بشكل عام وخصوصا الوضع الاقتصادي العراقي. نعم محمود، ماذا عن لبنان الآن؟ هل هناك أي مؤشرات بخصوص السفينة الإيرانية التي من المرتقب أن تصل إلى لبنان، سفينة محملة بالوقود؟ هل ثمت أي استعدادات لبنانية واضحة اليوم؟ بداية لابد أن أشير إلى أن الأمر في لبنان يختلف عن العراق من حيث الموقف الرسمي اللبناني. هنالك غياب تام وكامل لكافة المؤسسات اللبنانية وتحديدا وزارة الطاقة وأيضا الإدارات العامة التي تختص عادة بعملية استقبال هذه السفن أو الطاقة على المرفأ في العاصمة بيروت. كان لافتا بموقف إعلامي لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجا يقول إلى أننا لم يتواصل الجانب الإيراني معنا في هذه القضية، مما يعني أن المسألة خرجت من إطارها الرسمي إلى إطارها غير الرسمي عند حزب الله. وهذه المسألة بطبيعة الحال الذي أعلنها في الفترة الماضية هو الأمين العام للحزب، والذي يقوم بعملية الإدخال من كل ما تتطلب الأمور من تحضيرات لوجستية أو على الأرض، هي مسألة تخص الحزب فقط ولا علاقة للدولة اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد. حتى أن الأمور بهذه المسألة لا يمكن للدولة أن تظهر نفسها بمظهر العاجز أمام هذه القضية بأي تصريح ما، لذلك هي تنأى بنفسها حتى هذه الساعة عن التعليق على المسألة. هذه القضية ذهبنا إلى البحث والاستقراء عليها إن كان هنا في العاصمة بيروت أو في المناطق الأخرى. العاصمة في الموانئ المرفأ، نحن نقف الآن في قلب العاصمة وتحديدا في الأشرفية من هذه الجهة المرفأ بيروت. هل هنالك أي تحضيرات إدارية من قبل الدولة اللبنانية لهذه المسألة؟ أجوبة من كل الموظفين وعلى مستويات مختلفة أنهم لم يتلقوا أي طلب أو هنالك أي تحضيرات، مما يعني بالمفهوم العادي أن الأمور ذهبت إلى ما بعد الحدود وتحديدا إلى سوريا. معلومات تتحدث إلى أن هذه السفينة سترسو في منطقة على المرفأ في بنياس، ثم بعد ذلك ستنقل إلى الداخل اللبناني. هنا نقطة بغاية الأهمية، نحن ذهبنا في هذه المسألة إلى التقاطعات التي هي على الأرض وتحديدا في منطقة البقاع، إن كان لأصحاب السهريج أو للمحطات أو لبعض التجمعات. كان الجواب بالفعل إلى أن حزب الله في الأسبوع الماضي تواصل معهم على شكل فرادة أو على شكل جماعات، واتفقوا فيما بينهم على عدة أمور ونقاط ووضعوا خطة، وعليه أستطيع القول بحسب هؤلاء إلى أنهم اتفقوا أيضا مع الحزب إلى أن فئة من هذه الصهاريج ستنتقل من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، تقوم بنقل هذا المازوت لأن السفينة الأولى التي ستصل هي مازوت إلى المناطق اللبنانية وتحديدا إلى الهرمل ثم بعد ذلك إلى بعلبك،
حتى أن السعر على الصفيحة الواحدة التنكة بأجرة النقل هي 5000 إلى 6000 ليرة اللبنانية، مما يعني أن الصهريج الذي ينقل 50 برميل تقريبا ما بين 5 ملايين إلى 6 ملايين، بمعنى إلى 300 دولار أمريكي. وهذه مسألة يعني طبيعية، ليس هنالك يعني أسعار خيالية أو أسعار متدنية. أما الفئة الثانية وهي ستنقل هذه المحروقات من منطقة التجمع في مدينة بعلبك إلى كافة المناطق اللبنانية، وعلمنا إلى أن الوجهة الأولى ستكون ما بين المستشفيات وما بين الأفراد. النقطة التي الآن يعني نحن نبحثها هي ما موقف الدولة اللبنانية، وتحديدا عندنا الجمارك، الجيش اللبناني، أفواج الحدود البرية، هل ستدخل من المعابر الشرعية أو غير الشرعية؟ في انتظار الإجابة عن هذه الأسئلة كان اليوم المفاد. نعم، في انتظار الأسئلة عن هذه أو الأجوبة عن هذه الأسئلة كلها الأمريكي. ولكن دعني أنتقل إلى منتظر قبل أن أعود إليك محمود. منتظر، إذن عراقيا كذلك العراق يحاول تعويض الغاز الإيراني اليوم، وثمة تصريحات رسمية بخصوص هذا الأمر. هل اتخذت أي إجراءات اليوم لتعويض ما فقد؟ يعني هناك خيار أمام المحطات التي توقفت، وهو إعادة تشغيلها عن طريق تزويدها بالنفط الأسود، وهي تعمل طبعا بالغاز، وإن لم يكن متاحا فهي أيضا تعمل بالنفط الأسود، وبالفعل بدأ تزويد بعض المحطات وتشغيلها بالنفط الأسود المتاح طبعا والموجود بكثرة هنا داخل العراق، لكن ذلك طبعا يؤدي إلى أضرار كبيرة تلحق بهذه المحطات الغازية، وأيضا كلفة إعادة صيانتها أيضا مرتفعة جدا. لكن العراق بدأ بالفعل عمليا بمسألة التنقيب واستثمار أبار الغاز الموجودة في العراق، لكن هذا المشروع مشروع طموح ويحتاج إلى عدة سنوات كي يستغني العراق نهائيا عن الغاز الإيراني وغيره من الغاز الذي يمكن استيراده طبعا من دول أخرى. معنا ويقال كذلك عراقيا بين العراق كان منذ 2003 يحاول تهيئة الأجواء لإنتاج هذا الغاز محليا. كنت معنا من بغداد مراسل حدث منتظر رشيد، وكان معنا من بيروت مراسل حدث محمود شكر. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات والتفاصيل. إذن يبدو أن إيران تستخدم ورقة الطاقة كابتزاز لبغداد وبيروت في آن، فخفضت بدرجة كبيرة تزويد العراق بالكهرباء، حيث أكدت وزارة الكهرباء للحدث إنها تجري اتصالات مع الجانب الإيراني لمعرفة سبب تقليص تزويد محطاتها الكهربائية بالغاز، الأمر الذي أدى إلى خسارة ما يقارب 5500 ميجاوات من الطاقة. وأكدت وزارة الكهرباء أنها تتواصل بشكل عاجل مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لتعويض ما فقدت المنظومة من الغاز الإيراني. وفي لبنان كشف وزير الطاقة اللبناني أنه لم يتلقى طلبا لاستيراد الوقود الإيراني، في حين قال موقع تانكر تراكرز إن صور الأقمار الصناعية تظهر الناقلتين 2 و3 اللتين تحملان وقودا إيرانيا إلى لبنان وأنهما لم تبحر بعد. هذا وكان من المفترض أن تنطلق سفينتان من إيران وأن تفرغ الحمولة في بنياس السورية على أن ينقل النفط عبر السهريج إلى لبنان. ولمناقشة بالتأكيد هذه التطورات، الغاز والنفط الإيرانيين واستغلال كل هذا عراقيا ولبنانيا، من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي توني بولس، ومن عمان ينضم إلينا الباحث في شؤون السياسية العراقية رعد هاشم. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. البداية من السيد رعد هاشم، في المسألة العراقية ليس ثمة جواب واضح إلى غاية الآن من إيران حول أسباب وقفها لتصدير هذا الغاز، ما الأسباب الحقيقية باعتقادك؟ هل نتحدث مرة أخرى عن ديون متراكمة عراقية أم ثمة أسباب أخرى ربما سياسية هذه المرة؟ تحية إليكم. بالتأكيد أمر مؤلم أن يمر ما يقرب من 15 إلى 18 ساعة ولم يتكرم الجانب الإيراني على العراقيين، أقلها على المواطنين الذين يدعون حمايتهم ودعمهم كما يتبجحون في تصريحاتهم أي تبرير رسمي وغير رسمي إلى الآن. حقيقة منذ أن أعلن صباح هذا اليوم موضوع القطع إمدادات الغاز، بحثنا مليا وبدقة مع الموقف الإيراني، وجدنا أن هناك اليوم حصل خلل في الصباح الباكر على إحدى منصات الغاز في منطقة
بارس الإيرانية يعني محطة غاز يبدو، فقلنا لعله سبب ربما الاختلال بعملية التوزيع يعود إلى هذا الارتطام، ارتطام مركب بهذه المحطة الغازية يبدو بالبحر، عرض البحر، وتبين أنه السبب ليس من عنده، هو سبب التوقف، توقف الإمداد. وفيما بعد يعني اتضح أنه تلطف أحد يعني المسؤولين في شركة النفط الوطنية، ويبدو هو مدير الشركة نفسه اسمه مهران أمير معيني، قال أنه مدفوعات العراق للغاز والكهرباء لم تكن يعني قد وصلتنا في الوقت المناسب. يعني هذا التصريح الوحيد طبعا. نعم. كل المراسلين والوكالات لم تفلح بأن تحصل على أي نتيجة أو إجابة. كذلك قال هذا مهران مدير شركة النفط الوطنية يبدو الإيرانية، يقول أنه إجراءات إيران لخفض الصادرات ليس يعني غير عقلاني وغير قانوني، يعني هي عقلاني وقانوني. معلوم أنه الديون على العراق 5 ملايين دولار، ومعلوم أيضا أنه هناك مرتبط هذه بآلية فرضتها العقوبات الأمريكية، وتستثني أحيانا جانب من هذه الضغوطات أو هذه الآلية، وتعطي منح يعني 60 يوما وتسعين يوما أو أكثر من ذلك. يبدو أنه يعني هذه القضية شافتها إيران قضية يعني تقدر تبتز بها الجانب العراقي، سيما أنه يعني ضوء التطورات الأخيرة أثبتت أنه العراق يعني كثيرا ما يعني يستجيب للضغوطات الإيرانية، وهم يطمحون أيضا للضغط على الجانب الأمريكي من قبل العراق للتخفيف من وطأة هذه التسديدات، تسديد الديون اللي كما قلنا 5 ملايين. لكن أنه الإجرائية هذه يعني هو العراق يعني يكشف يعني ثباته وتمسكه بهذه القضية على شيء واهن، يعني لأنه هؤلاء ليس لهم أي يعني التزام الإيرانيون في موضوع الضوابط والوعود والمواعيد كلها، يعني على استمرار السنتين الثلاثة الماضية ما يقرب من 7 إلى 8 انقطاعات مفاجئة بدون إشعار الجانب العراقي. هذه ما يعني احتمال العودة خاصة والسياسية أولا. نعم سيد رعد، كنت ذكرت بأن المسألة مستمرة، في بداية العام كانت الخطوط الأربعة للكهرباء الواصلة للعراق قطعت، كذلك هناك كان خفض للغاز المصدر إلى العراق. نعود إليك لاحقا في مسألة تفسير الأمر سياسيا، ولكن قبل ذلك السيطوني في المسألة اللبنانية، ثم شحنة وقود من المفترض أن تصل إلى لبنان من إيران، هكذا يقول حزب الله، ولكن وزير الطاقة اللبناني يقول إنه لم يتلقى طلبا رسميا باستيراد هذا الوقود الإيراني. هل يعني أن حزب الله يريد أن يحل المسألة بعيدا عن الدولة اللبنانية، وهو قادر بالفعل على اتخاذ هذا القرار الاقتصادي بعيدا عن السلطات الرسمية؟ مساء الخير. يعني من الواضح أن عملية سفينة المحروقات التي يتحدث عنها حزب الله يريدها أن تحرق ما تبقى من سيادة للبنان ومن مؤسسات الرسمية في لبنان. بكل بساطة حزب الله وإيران تريد أن تقول بشكل واضح وصريح أن القرار الاقتصادي في لبنان والقرار السياسي بشكل كامل هو بات بيد الإيرانيين. فهذه الأزمة النفطية التي افتعلت، وهي بالأساس لم تكن موجودة في لبنان، تم افتعالها من قبل حزب الله تحديدا عندما فتح الحدود اللبنانية السورية وترك الإمكانية الواسعة للمهربين بنقل الفيول والمحروقات اللبنانية وكل البضائع المدعومة في لبنان أن تنتقل إلى سوريا. حينها وقع في لبنان في أزمة نفطية وأزمة أدوية وغيرها من الأزمات، وأصبح لبنان بحاجة للاستيراد. إضافة إلى ذلك كان حزب الله قد أوقع لبنان بعزلة سياسية عن أشقائه العرب وعن محيطه الدولي، وبالتالي منع أي إمكانية مساعدة عنه من قبل الجميع، وبالتالي أراد حصر إمكانية مد اليد إلى طهران وإلى إيران ليقول أن المنقذ الوحيد للبنان وللشعب اللبناني هي إيران. فهذه الأزمة المفتعلة هي افتعلت بفعل فاعل معروف ولأهداف باتت معلومة. فهذه السفينة التي سوف تأتي، ويقال أنها يعني حتى الآن لا يوجد حسم ما إذا ما كانت ستأتي إلى الشواطئ اللبنانية أو إلى الشواطئ السورية،
بكلتان الحالتين يراد أن يقال منها للشعب اللبناني أن إيران هي المنقذ، ولكن هناك عدة تساؤلات على هذا الموضوع. هناك من يعتبر أن هذا النفط الإيراني هو تمويل غير مباشر لحزب الله، فإيران الواقع في عجز مادي كبير جدا، لا تستطيع أن تقدم التقديمات التي تقدمها كانت سابقا من دولارات لحزب الله، فعوضا عن ذلك تقدم له هذه السلعة سواء نفط أو أدوية أو غيرها، يقوم ببيعها في السوق اللبناني ويؤمن أرباح كبيرة. هل المسألة بهذا اليسر؟ سبق أن أمنها من قبل الوقود أو المحروقات الإيرانية تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية، هل المسألة بهذا اليسر ليتصرف حزب الله فيها؟ يعني حزب الله يعني يريد أن يأخذ الدولة اللبنانية إلى العقوبات، يريد أن ينهي كل المؤسسات. حزب الله بكل تصرفاته حتى بعدم تنسيقه مع الدولة اللبنانية يريد أن يعني يتصرف وكأن الدولة اللبنانية غير موجودة في الأساس. نعم. يتصرف كأن لا هناك لا وزارة طاقة ولا رئيس جمهورية ولا حكومة ولا غيره، يعني يتصرف وكأن حزب الله حسن نصر الله هو المرشد الأعلى للحكومة اللبنانية أو للبنان، وأن المجلس التنفيذي لحزب الله وهو الحكومة اللبنانية وهو من يتخذ القرارات، وكل باقي المؤسسات هي يعني هي ديكور زينة فقط موجودة لا قرار ولا سلطة لها. وهذا واضح. نعم. يعني حتى الساعة في الارتباك الذي نراه، يعني حتى الساعة لا يوجد أي موقف لرئيس الجمهورية، يعني هذا موقف سيادي بامتياز. رئيس الجمهورية المسؤول حسب الدستور عن سيادة الدولة لا ليس لديه أي موقف، حتى الإدارات الرسمية في لبنان حتى الساعة تكتفي بالقول أنها لن تتبلغ شيئا، فهذا. نعم. فعلا أمر مسيء. إضافة لذلك، سواء كان حسن نصر الله يريد تمرير هذه السفينة عبر الحدود البرية، هو يؤكد مرة جديدة أنه هو المسؤول عن هذه الحدود وهو الذي يدخل ويخرج إلى لبنان ماذا يريد. نعم. وإذا أراد أدخلها إلى الموانئ اللبنانية هو يقول بشكل بسيط أن السيادة اللبنانية باتت بشكل كامل بيد حزب الله. وهنا نقطة أساسية أريد أن أقولها. نعم. أن دخول الباخرة هذه السفينة إلى لبنان هي إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من دولة لبنانية، لأن بعد ذلك سوف يذهب حسن نصر الله يقول أنه يؤمن النفط والمحروقات لبيئته الشيعية، سوف يترك في المقابل إمكانية أن تذهب أحساب أخرى وقيادات أخرى إلى الخارج لتؤمن نفطها لبيئتها ومجتمعها، وبالتالي هنا يمكن القول أو نعلن بشكل رسمي أن الدولة اللبنانية انتهت بشكل تام ولم تعد موجودة، وهناك دويلات طائفية سوف تكون موجودة. نعم. كل دويلة من تلك الدويلات سوف تسعى لتأمين حاجياتها بمفردها بمعزل عن الدولة. هذا السيناريو اللبناني. ماذا عن العراق السيد رعد؟ 19,000 ميجاوات يحتاجها العراق لتسيير أموره في مسألة الكهرباء، يحتاج منها أو يستورد منها من إيران 11,000 ميجاوات. إجراء كهذا إيراني بمنع وصول الغاز والكهرباء إلى البلاد يعني أن ثمة توتير للشارع العراقي الذي كان انتفض منذ أشهر وربما قبل ذلك بكثير حول مسألة الكهرباء التي تنقطع في البلاد. هل تسعى إيران فعلا لتقول للعراق إنه لا غنى عنها وأن حتى التقارب مع دول الجوار لن يكون ذا فائدة؟ بالتأكيد هذا الأمر مطروح فعلا، وهي قد انتهجته إيران يعني مع العراق، خاصة مع مجيء السيد الكاظمي وكيفية إحراج حكومته. يعني الغريب أنه هذا الاتفاق كأنه يعني مفروض على العراقيين فرضا، يعني وما أعتقد يعني متوازي العراق ومضطر إلى عقد مثل هكذا اتفاق. صحيح ربما الإمدادات قريبة مجاورة للجنوب، ولكن يعني نرى جميعا كيف أنه تحارب أي محاولة للتواصل والامتداد أو الاحتكاك مع الجانب العربي سواء على مستوى الخليج أو مصر والأردن. محاربة هذه الطريقة من إيران بشكل كبير ومن أدوات إيران حقيقة حتى في الدولة في البلد في العراق. غريب أنه يعني هذه العقدة تروح تستورد من دولة معاقبة، والدولة المعاقبة هي مترهية على زمانها وهي تعمل علينا شروط وضوابط ما متوازين، يعني وفلوسها تتخلى في بنك وبعدين البنك لازم يزودها بس بالعراقي لو بالتومان يعني ليس في الدولار، يعني كل هاي المسائل ما مضطر عليها ولا مجبور عليها. الغاز الإيراني غالي الكلفة، وكان العراق وضع اتفاقيات في 2017 من دول عربية لاستيراد الكهرباء، ومن 2003 كان يسعى لتطوير شبكاته وإنتاجه للكهرباء. لماذا تستمر هذه الأزمة المتعلقة بالكهرباء والغاز في العراق؟ هل ثمة أي
داخل إيراني، أو على الأقل هثمت أي مسعى من الميليشيات لإيقاف أي مشاريع تطور الكهرباء في العراق؟ كل المشاريع ليس فقط الكهرباء، هي كلها حددوها وحجموها وهيكلوها، ولو يطلع بيدهم أدوات إيران كل المصافي كل المكائن كل المعامل يقعدوها حتى نظل نستورد من إيران وحتى من غير إيران، ربما حتى من تركيا. يعني هم لديهم أهداف يعني استثمارية واغتنام تجاري لتمويل عجلتهم ولتمويل إيران، دعمها في هذا الظرف، ظرف العقوبات حقيقة يعني يحتاج إلى مساءلة الناس الذين تعاقدوا مع إيران. نعم. وجعلوها علينا سبة، يعني يحتاج أنه مساءلتهم والتحقيق معهم وأيضا إيجاد بدائل والعمل على تثوير هذه الطاقات كلها للتحريك باتجاه وضع بدائل فعلية والتوجه إلى دول عربية يعني مد أنبوب الطاقة أو حتى الغاز، ناهيك عن موضوع الأسعار كما قلت، يعني أسعار عالية وأيضا آلية صعبة لا تمكن العراقيين بانسيابية، يعني فرضت على الحكومة فرضا من قبل الحكومة التي سبقتها والتي كانت مؤازرة ومؤيدة لإيران وتريد أن تنفعها وتريد أن تخرجها من الحظر أو تسبب في تخفيف وطأة الحصار المفروض عليها. مطلوب فعلا التوجه الآن، وطبعا هذا بدعم وضغط دولي يفترض أن يكون هنا، لأن العراق على ما يبدو هنا لا أقول فاقد الأهلية ولكن يعني مجبرا من إيران بضغوطات خطيرة تنعكس على الجانب الأمني. المجتمع الدولي الآن مطالب بدعم العراق الرسمي الحكومي الدولة بعيدا عن الميليشيات لأجل أن تخلق بدائل والتواصل مع دول أخرى تكون ضامنة ولديها احترام للحقوق وللعقود والاشتراطات والجزاءات بعيدا عن هذا العقد الحقيقة المريب حقيقة الذي يعني نتوجس منه خيفة، لأنه هذا يبدو مفروض علينا اشتراطات وضوابط تتعلق بالأمن القومي العراقي، وهذا يفترض التحرك به عاجلا من قبل المجتمع الدولي. نعم سيد رعد وسيد توني، أشير فقط إلى الخبر عاجلا كان بعيدا عن الملف الإيراني. وزارة الدفاع الأمريكية تقول نعمل مع طالبان بملفات محدودة ولكن هذا لا يعني أشياء أوسع. إذن هذا في المسألة الأفغانية، وفي مسألة بالتأكيد التعامل مع طالبان كان الأمر سيصل إلى اعتراف أم لا. في كل أحوال هذا سيكون ملف نقاش بعد قليل. ننتقل مرة أخرى إلى سيد توني. إذن كنت أشرت منذ قليل إلى مسألة الفوائد أو ربما المصالح الطائفية لحزب الله باعتماده على الوقود الإيراني، هل تعتقد فعلا بأن هذه الميليشيات ميليشيات حزب الله ستحقق هذه المصالح الطائفية الشعبوية بشحنات الوقود الإيراني؟ يعني بالواقع هي تسعى لذلك، يعني حزب الله يسعى لإبراز نفسه. لا ننسى أن حزب الله في حرب تموز 2006 اعتمد على الانتصار الوهمي وقال أنه انتصر، هذا انتصار إلهي، واستثمر في هذا الانتصار الإلهي منذ عام 2006 حتى اليوم يستثمر به. سلب الدولة سيادتها، سيطر على لبنان، احتل بيروت في العام 2008، قام بكل ما يمكن، يعني كل الموبقات التي يمكن أن يقوم بها أي فريق قام بها حزب الله تحت عنوان هو انتصار إلهي قام به على إسرائيل في سنة 2006. اليوم حزب الله يريد أن يقول للبنانيين أنه يحقق انتصارا إلهيا جديدا وأنه ينقذ اللبنانيين من العوز ومن الفقر ومن يعني الشح الكبير في الطاقة والوقود وغيرها، ويريد لاحقا أن يستثمر بهذا الانتصار على اللبنانيين ليقول لهم أنا من أتيت لكم بكامل هذه الأمور وأنا من أنقذكم من الجوع والفقر وغيره. طبعا هذا الاستثمار الذي يطمح به حزب الله، ولكن لنقل موضوعيين. اليوم في لبنان صحيح أن دولة غائبة ودولة تابعة لميليشيا حزب الله وهي عبارة عن دمى موجودة يستخدمها بالشكل الذي يريده، ولكن اليوم هناك شعب أصبحت لعبة حزب الله مكشوفة لديه، أصبح ينتبه لما يجري ولما يخطط له حزب الله في وطموح حزب الله أن يحول لبنان إلى دولة خامنئية تابعة لإيران. هذا الأمر يعني بات مكشوفا للشعب اللبناني، وكان لم يكن مكشوفا عام 2006 عندما صدق الكذبة حينها.
اليوم انكشاف لعبه حسن نصر الله قد تكون هي الحافز الاساسي للشعب اللبناني ليستمر بمجابهه هذا المشروع ويستمر بانتفاضته التي بداها منذ عامين وصولا لتحرير لبنان ونقطه اساسيه وارتكاز اساسي على المجتمع الدولي الذي يفترض ان يكون له كلمه وموقف بقضيه عبور البوارج الايرانيه عبر قناه السويس او عبر مضيق جبل طارق ووصولها الى السواحل اللبنانيه ان وصلت. فهذه مياه اقليميه وقناه السويس من ارض عربيه وسياده عربيه، وبالتالي اذا لم يكن هناك موقف هذا اكيد سيكون له مفاعيل سلبيه على الشعب اللبناني. نعم، كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي توني بولس، وكان معنا من عمان الباحث شؤون السياسية العراقية رعد هاشم. شكرا جزيلا لكما. يبدو أن المبادرات تولد من رحم الأزمات، فمع انقطاع البنزين عن المحطات في لبنان بادر مواطنون إلى تحويل سياراتهم إلى سيارات أجرة دون مقابل، إذ يقوم هؤلاء بعرض خدمة اصطحاب أحد معهم طالما الطريق واحد. بدلا من أن يتجول حسن بسيارته وسط شوارع بيروت بحثا عن زبائن، أوقف سيارة الأجرة خاصته على قارعة الطريق بعد انقطاعه من البنزين. ينتظر فرج فتح المحطات من جديد بعد أن أغلق معظمها تحت ذريعة عدم تسلم المحروقات. أيام الحرب اللبنانية يعني الداخلية ما كانت هيك، حرب إسرائيل ما كانت هيك، يعني أول مرة بحياتنا بنحس بهيدا هاي الحرب وهي الذل، يعني صار فيها فوق فقر وحاجة وبدك في ذل، يعني بتوقف أربع خمس ساعات عم حط البنزين زي الزلزال. أنا من شهر تزع موتير سيارتي هاي المكركعة 400 دولار، ضليتني شهرين يا أما دينت حق من أصحابي ومن رفقاتي ومن إخواتي، جبت 400 دولار. امبارح أنا عائلتي وحياة رب العالمين نزل بدها تجيب بضاعة، اشتريت نص كيلو بطاطا، والله العظيم اشتريت نص كيلو بطاطا، اتصلت فيها قالت لي حسن اشتريت نص كيلو بطاطا، قلت لها لا، قالت لي ما بيع. أزمة المواصلات في لبنان انعكست تأخرا بتأمين سيارات الأجرة للزبائن، عدا عن ارتفاع أسعار المواصلات نظرا لشح وسائل النقل العام. الدولة اللبنانية كالعادة غائبة عن إيجاد الحلول، وكالعادة أيضا بدأ اللبنانيون بابتكار مبادرات لمساعدة بعضهم بعضا. خلال النهار يمارس مروان عمله كالمعتاد كمهندس في مجال التكنولوجيا، لكنه قرر أن يحول سيارته إلى تاكسي ببلاش لدى عودته إلى المنزل مع انتهاء ساعة العمل. يمكن في ناس ما معها أجار سيرفيس تطلع، يمكن ما معها أجار فان تطلع بالفان، يمكن عندها سيارة ما معها بنزين، ما قادرة تشتري بنزين من السوق السوداء. هذا المشهد أثر فيه، يعني أنا طلعت بحالي لقيت السيارة فاضية. ما خفت إنه هيدا يعني يطلع حدا معك يعمل لك شيء؟ والله لكن ما فكرت بهذا الموضوع. الحس الإنساني غلب على الحس الأمني. دائما الإنسان بده ياخذ المنيح بباله. بعدين هوليك الأمور شو ما بيجي من الله ما بنعرف يعني. بالنهاية أكيد لازم واحد ينتبه ويتحسس. بس كمان ما في دلو ياخذ كل الأمور بسلبية وما يعمل شيء يعني. يحاول مروان تقديم المساعدة على قدر إمكاناته، فهو يعتقد أن الأزمة ستنتهي لا محالة، ولحين انتهائها على المواطنين التكاتف للحد من ضرر الانهيار. أهلا. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. والأخبار ليلة مستمرة فيها بعد الفاصل. انتعاش اقتصادي للمستفيدين من قوارب البرنامج السعودي لإعمار الجمال. تحديات أمنية واقتصادية وسياسية واحتجاجات شعبية طالبت بالتغيير، تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات، وأكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقية من تحليل ورصد ومتابعة وقراءة للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقية كل سبت وثلاثاء السابعة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة
ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. أهلا بكم من جديد. تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن موقف الحلفاء الأوروبيين من الرئيس الأمريكي جو بايدن جراء الانسحاب من أفغانستان، وقالت إن ثقتهم به تزعزعت، خصوصا وأنهم شعروا أنه لم يتم استشارتهم بشكل كامل. الصحيفة قالت إن شهر العسل الأوروبي مع بايدن كان في أحسن أحواله في يونيو الماضي عند وصوله إلى بروكسل، حتى أن رئيس المجلس الأوروبي حينها اعتبر أن تحالف الناتو نجا من سنوات فترة حكم ترامب، وقال آنذاك لبايدن أمام وسائل الإعلام إن أمريكا عادت إلى الساحة العالمية، إنها أخبار رائعة لتحالفنا وللعالم. وفي انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي، قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي إن عهد قوة أوروبا الناعمة انتهى جراء ما يتعلمه الأوروبيون من تجربة أفغانستان. الاتحاد الأوروبي وفي تعليقات عن الأزمة الأفغانية قال إن الاتحاد يحتاج لقوة عسكرية مستقلة لمواجهة التحديات التي يواجهها. من جهته قال رئيس البرلمان الأوروبي إن الخيبة كبيرة إزاء القيود التي وضعت أمام الفارين من أفغانستان. وأمريكيا فتح نواب جمهوريون في مجلسي شيوخ النواب فتحوا تحقيقا في التقارير المتداولة حول استحواذ طالبان على معدات عسكرية أمريكية تقدر ب 85 مليار دولار، وهي عبارة عن 70,000 مركبة و 200 طائرة مروحية و 600,000 قطعة من الأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى نظارات للرؤية الليلية ودروع مضادة للرصاد رصاص ومعدات طبية. وذلك بحسب عضو الكونغرس جيم بانكس الذي قال إن طالبان تمتلك طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك أكثر مما تمتلكه 85% من دول العالم. وطلب النواب بحث دقة الأرقام المتداولة والاستراتيجية التي ستتبعها إدارة بايدن لاستعادة هذه الأسلحة والمعدات. Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unbelievably, unfathomable to me and so many others is that the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. التقارير الصادمة حول حجم الأسلحة والمعدات الأمريكية التي استولت عليها حركة طالبان، وجاءت في المقابل تقارير أخرى تشكك في هذه الروايات. آخرها تقرير لصحيفة واشنطن بوست أكد أن المبلغ المتداول كقيمة للأسلحة المنهوبة والمقدر ب 85 مليار دولار هو في الواقع إجمالي ما تم إنفاقه على تدريب ودعم الجيش الأفغاني على مدى 20 عاما. أنفق منها على السلاح والمعدات نحو 24 مليار دولار، لكن حتى هذا المبلغ لا يمثل قيمة المعدات التي استولت عليها طالبان بحسب هذا التقرير الذي يؤكد أنها أقل من ذلك بكثير. الأرقام الحقيقية حول قيمة الأسلحة بيد طالبان غير واضحة، لكن بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين فمستشار الأمن القومي جيك سوليفان قال إن كمية معقولة من سلاح الجيش الأفغاني أصبحت بيد طالبان، لكن لا توجد صورة كاملة
عن كميتها، وهو ما أكده أيضا المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الذي قال إن الجيش الأمريكي ليس لديه تقدير دقيق لكمية الأسلحة بيد طالبان. أما المؤكد بحسب الصحيفة هو استيلاء طالبان على طائرة بلاك هوك التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان العام الجاري بناء على طلب من الرئيس السابق أشرف غني. إلا أن كيث ماكنزي رئيس القيادة المركزية الأمريكية أكد أن الجيش قام بنزع سلاح 70 مركبة MRAB و 27 عربة و 73 طائرة، مؤكدا أن طالبان يمكنها أن تتجول بتلك الطائرات التي لا يمكنهم الطيران بها ولن يستطيعوا تشغيلها. يبقى الخوف الآن بحسب واشنطن بوست من الأسلحة التي استولت عليها طالبان خارج العاصمة بعيدا عن الأعين. وكذلك في المسألة الأفغانية وفي التطورات الأفغانية، رئيس الأركان الأمريكي كان قال إن طالبان حركة عنيفة ولا نعرف ماذا ستفعل في المستقبل، فيما متحدث باسم طالبان لسبوتنيك الروسية وكالة الأنباء الروسية يقول ندعو الدول التي أغلقت سفاراتها في كابول لإعادة فتحها وسنعلن تشكيل حكومة قريبا، لا موعد محدد لذلك. هذا في التطورات المتسارعة والمتصاعدة بالتأكيد أفغانية. من واشنطن ينضم إلينا العقيد عباس دهوك المستشار العسكري السابق لوزارة خارجية لشؤون الشرق الأوسط. أهلا بك سيدة العقيد. سيدة العقيد، نتحدث الآن عن السلاح الذي ترك في أفغانستان والذي استولت عليه حركة طالبان. الآن ثمة حديث عن سلاح كان في الأساس للجيش الأفغاني حصلت عليه حركة طالبان، كذلك عن سلاح آخر خلف أو خلفتها القوات الأمريكية وراءها في أفغانستان. لنبدأ من مسألة السلاح الذي كان للجيش الأفغاني. تقرير البنتاغون في الربع الأول من هذا العام يقول إن حجم السلاح يقدر أو تكلفته 212 مليون دولار. هل كانت واشنطن معنية بمنع وصول حركة طالبان لسلاح الجيش الأفغاني؟ مساء الخير، شكرا على استضافتي. المبلغ الذي يتم الحديث عنه وقدره 85 مليار دولار
من الأسلحة التي قدمت لأفغانستان، كان قد صمم لإعطاء تلك الأسلحة للجيش الوطني الأفغاني إلى شعب أفغانستان وإلى حكومة أفغانستان من أجل تمكينهم من حماية أنفسهم، ليس فقط من الداخل بل أيضا حماية أراضيهم وسلامة بلادهم. وهناك تجهيزات قد أعطيت إلى الحكومة الأفغانية لم تستخدمها الولايات المتحدة، وكان يرمى منها أن تخصص لأغراض مكافحة الإرهاب. وكافة المعدات التي أعطيت من قبل الولايات المتحدة قد تم إعادتها أو تم تعطيل عملها بصورة أساسية، ولن يكون بمقدور طالبان البتة أن يعملوا على تشغيلها أو استخدامها. أما بالنسبة لبقية الأسلحة التي تم تركها وباتت الآن بيد طالبان واستطاعت الأخيرة أن تستحوذ عليها فهي غير معروفة حتى اللحظة، لكن في نهاية الأمر الولايات المتحدة تعلم كم عدد المركبات، كم عدد عربات الهامفيز، كم عدد الطائرات التي قد قدمت إلى أفغانستان في المقام الأول. نعم، مثل ما ذكرت أن واشنطن بوست كانت قالت أن طالبان أو الأنباء المتداولة 80 مليار دولار هي قيمة المعدات العسكرية، ولكن بحسبها نحو 24 مليار دولار هي قيمة المعدات، الباقي كانت قيمة أو تكلفة التدريب. حتى ما يعادل 24 مليار قيمة المعدات أليس رقما كبيرا جدا؟ وما بين هذا المبلغ كم تبقى بالفعل لحركة طالبان؟ كم تملك من الأسلحة التي بإمكان الحركة أن تشغلها الآن أو حتى بمساعدة بعض الدول؟ في هذه المرحلة فأن طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان وعلى الحكومة، ولعلها تقوم بالسيطرة على كل قطعة قد تعثر عليها وخاصة في المناطق العسكرية فباتت تمتلكها، وقد تعثر على بعض الأسلحة الصغيرة أو على بعض عربات الهامفي، لكن لن تستطيع تشغيلها. أما بالنسبة للطائرات الهليكوبتر فهي سوف تكون أكثر صعوبة، ولا سيما بالنسبة لعمليات التحليق، قد تقوم بالتحليق بها لفترة قصيرة لكن لن تستطيع صيانتها. وبالنسبة للولايات المتحدة فكان الهدف الأساسي هو أن تلك الأسلحة قد قدمت من أجل حكومة أفغانستان للدفاع عن نفسها. أما إذا ما استخدمت عربات الهامفي ضد الشعب الأفغاني فهذا قد يكون موضع قلقا بالنسبة للولايات المتحدة إذا ما قام الطالبان باستخدامها ضد شعبها. نعم، هناك خبر لافت الآن ولكن ليس متعلقا بأفغانستان لوحدها وإنما بإيران. رصدت قناة أفغانية على تليجرام صدور أو وصول بعض المعدات، العربات العسكرية والدبابات التي كانت تابعة للجيش الأفغاني إلى طهران. قبل أسبوع كان المتحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية كذلك أكد بأن بعض الطائرات الأفغانية وصلت إلى طهران. ما الذي يعني هذا؟ هل انتقلت هذه المعدات عن طريق التهريب؟ وبالنسبة للأمريكيين كيف سيردون على هذه المسألة؟ نعم، هذه مشكلة حقيقية. استخدام أو سماح لدول ثالثة أن يكون لها قدرة الوصول على تلك المعدات العسكرية حتى لو كانت دولا صديقة، قبل أن يسمح لها أن يكون لها قدرة الوصول لابد من وجود قواعد لحدوث ذلك الأمر، وهذا الأمر يعد مخالفا وسوف تنظر الولايات المتحدة إليه إذا ما كانت إيران قد حصلت عليها، وإذا ما كانت قد حصلت على بعض الأسلحة ذات التقنيات المتقدمة مثل المناظير الليلية أو بعض المعدات التي تركب على طائرات الهليكوبتر. كل تلك التكنولوجيات تعد متطورة ليس من المنظور الأمريكي، لكن بالنسبة لدول مثل إيران أو أي تنظيمات أخرى مثل القاعدة التي سوف تعطيهم قدرات إضافية من أجل إلحاق الأذى ضد شعبهم.
نعم سيادة العقيد، نريد أن نفهم حقيقة تقنيا، الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها على المسبق بالفترة والموعد الذي يجب أن تخرج فيه من أفغانستان، لماذا لم تدمر كل المعدات العسكرية أو لماذا لم تنقل كل المعدات العسكرية إلى البلاد؟ هذا سؤال وجيه للغاية. كما أسلفت الحديث إن كافة المعدات البالغة قيمتها 85 مليار دولار وتجهيزات عسكرية والتي كانت تابعة للجيش الأفغاني فمعظمها كانت تحت قيادة الجيش الأفغاني، وما من خطة وضعت من أجل تدميرها. وعندما قامت الولايات المتحدة بالتبرع بهذه التجهيزات العسكرية لدولة ما فسوف تبقى تحت عهدة تلك الدولة. ما قامت به الولايات المتحدة أنها دمرت بعض التجهيزات والمعدات التي كنا نحن نمتلكها في المطار على وجه التحديد، تلك التي تم تدميرها والبعض الآخر منها قد تم تعطيل عملها لأن هذه معدات أمريكية. أما بالنسبة للمعدات الأخرى التي كانت بحوزة الجيش الأفغاني فقد تمت بقيت على حالها وباتت الآن تحت سيطرة أفغان طالبان، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بهذا الأمر من تلقاء نفسها إلا بالتنسيق مع جهات عديدة. نقطة إضافية بأن عندما قامت الولايات المتحدة بمغادرة أفغانستان قامت بإجراء عمليات مراقبة كاملة من أجل كيفية انتشار هذه الأسلحة. نعم، كنت معنا من واشنطن العقيد عباس داوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. دخل الصيادون الذين منحوا قوارب من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دخلوا مرحلة استقرار مادي، فبعد أشهر من استلامهم للقوارب تحسنت المستويات المعيشية. عبد المحسن الحربي قام بجولة على سواحل البحر الأعرب مع الصيادين ليتفقد الأوضاع هناك. البحر مصدر رزق للآلاف من الصيادين في محافظة المهرة على ساحل بحر العرب الذي يمتد لخمسمائة كيلو متر. يتفقد محسن قاربه الذي منحه إياه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعد يوم طويل قضاه في البحر. قبل أحصل القارب كنت أشتغل لفردي مع قارب ثاني، ما أشتغل مع الناس ثاني، ماشي معي هوري، لا ما كان معي قارب، أشتغل مع ناس ثاني. لما قد معي قارب أحسن تطورنا، اشتغلت يعني كنا مع 10 أنفار حصل لي قسم. لما كنت معي قارب اشتغل يطلعوا معي 4 أنفار لا بأس، وأنا وأخواني من 3 أنفار. آلاف الأشخاص الذين استفادوا من القوارب التي منحها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فبعد أشهر من استلامهم القوارب انعكس ذلك الدعم على مصدر دخل الصيادين الذي عاد للتعافي. البرنامج السعودي تدخل في المهرة في قطاع الثروة السمكية بدعم القطاع بالدعم المباشر للصيادين ب100 قارب ومحرك الذي كان له الأثر الإيجابي على ما يقارب 300 أسرة، يعود بالفائدة بصورة مباشرة على 1500 فرد مستفيد، بالإضافة إلى الصورة غير مباشرة للأشخاص الذين يعملون في أعمال التحميل والنقل والشراء والتجار. تبدأ رحلة الصياد بالبحث عن رزقه في الصباح الباكر وتنتهي ببيعه للسمك الذي يوزع على الأسواق، وقبيل غروب الشمس يجهز شباكه ليوم جديد مع الأهازيج المهرية. عاد هذا الصياد بعد رحلة طويلة في داخل البحر ليعود إلى أسرته وبحوزته رزقهم لهذا اليوم في هذا القارب الذي منحه له البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث، محافظة المهرة. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها.
الساعة الأولى من الأخبار الليلة انتهت، نلقاكم على الساعة الثانية. السلام عليكم. بعد اقتلاع طالبان من الحكم عاشت أفغانستان أجواء من الحرية والحداثة برعاية وحماية غربية، لكن التنظيم كان يعيد ترتيب صفوفه ويستعد للانقضاض. وثائقي يلخص 20 عاما من الحياة الأفغانية، متابعة وتحليل، لقاءات مع مختلف الأطراف، محاولة لفهم حقيقة ما حدث وأدى لعودة طالبان للسيطرة من جديد. أشباح أفغانستان، الجمعة 9 على الشاشة العربية. قبل كل شيء نبحث وندقق، ننظر للمشهد من مختلف الزوايا، نحلل تفاصيله، نتعمق لنرى الحقائق، لنكشف كل ما يدور من حولها، نربطها بأحداث مختلفة. تمتد من الماضي، ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه. هناك مزاج شعبي عارم باتجاه أحداث تغيير شامل على المستوى السياسي. هذه الاحتجاجات امتدت إلى محافظات تونسية أخرى. نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس. يا أخي خليه يقف على السيارة. هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدولة. اليوم عيد الجمهورية في تونس لن يكون يوما عاديا. أنت وصفت التظاهرات اليوم بأنها انتفاضة شعبية، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاد كل طرق الحديث مع حركة النهضة. قرارات مهمة بالجملة يمكن أن نجيزها في 3 قرارات. القرار الأول تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سأل كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، أنا كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. تتواصل التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطات الإيرانية في الأحواز. هل في
اليوم تنظيم لهذه الاحتجاجات؟ سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال قمع الأمن الإيراني للمحتجين. على الحكومة أن تعي تماماً بأن العنف يولد العنف. إذا إيران لا تتعامل بالعنف لازم نستغرب. هناك شعارات يرددها حالياً المحتجون وهي المطالبة بتغيير النظام. قوات الأمن الإيرانية قامت بالقتل والقمع من خلال إطلاق الرصاص المباشر. هذا ليس نظام حكم في إيران، هذا نظام حروب. الهدف الذي أصبح الأبرز في تلك المظاهرات هو الموت لخامنئي. ماذا يعني أيضاً هذا التحول؟ المشكلة في مركزية هذا النظام. هذه الاحتجاجات هل تنتقل من مرحلة حراك إلى انتفاضة وثورة وطنية؟ إيران والطاقة، قطع غاز عن العراق للابتزاز السياسي، ونفط إلى لبنان لتعويم حزب الله. السلاح الأمريكي في أفغانستان يؤزم وضع بايدن داخلياً. تحقيق جمهوري حول 85 مليار دولار من السلاح مع طالبان. مجدداً مسيرة حوثية باتجاه السعودية، والتحالف يحبط الهجوم قبل استهدافه المدنيين، وفرنسا تستنكر بأشد العبارات. بوعا عن إعلان المرتقب بترشح سيف الإسلام القذافي رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا. السلام عليكم. نبدأ الساعة الثانية من التطورات اليمنية، ومحاولات الحوثي المستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بالمسيرات، إلى أن الدفاعات السعودية أحبطت مجدداً هذه المحاولات، وعلى أثر ذلك سرعت الخارجية الفرنسية لإدانة هجمات ميليشيا الحوثي بأشد العبارات بعد محاولات استهداف مطار أبها جنوب السعودية واستهداف القاعدة الجوية اليمنية في العنت. وأكدت أن تلك الهجمات تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة، وتشير إلى خطورة تهديد انتشار المسيرات والصواريخ على المنطقة، وبأن السبيل الأمثل لمواجهتها يكون بمقاربة دبلوماسية وإقليمية. الخارجية الفرنسية دعت كل الأطراف لا سيما الحوثيين إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية لإنهاء الأزمة في اليمن. ومن جانبه دان الاتحاد الأوروبي اعتداءات الحوثيين على المنشآت السعودية على اليمن، وقال المتحدث باسم الخارجية واليمن أو الأمن، قال في رد على سؤال الحدث أن الاعتداءات العابرة للحدود تهدد المدنيين وتزيد تعميق عدم الاستقرار الإقليمي. تسلمنا فعلا تقارير عدة عن الأعمال العسكرية التي تستهدف مأرب وقاعدة العند العسكرية والمطار الدولي في السعودية، حيث أصابت مدنيين. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذه الاعتداءات العابرة للحدود، حيث تهدد الطيران المدني وتزيد من تعميق عدم الاستقرار الإقليمي، كما تهدد الجهود الجارية من أجل وضع حد للأزمة والنزاع في اليمن. يجب وقف هذه الاعتداءات. إذن بين ترة وأخرى تشن ميليشيات الحوثي هجمات على الأراضي السعودية مستهدفة الأعيان المدنية، لكن وتيرة التصعيد العسكري الحوثي داخل اليمن باتجاه الأراضي السعودية ارتفعت في الأيام الأخيرة، وهي الممارسات التي تعطل الجهود الدولية ومبادرات السلام. تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أعلن عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة حوثية صباح الأربعاء في الأجواء اليمنية خلال أقل من ساعتين. وفي وقت سابق قال التحالف إن قواته الجوية دمرت منصة متحركة لإطلاق المسيرات المفخخة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وأضاف أن منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي تم تدميرها في صنعاء استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبها الدولي. وتعرض مطار أبها جنوب السعودية لاعتداءين بمسيرتين حوثيتين أسفرت عن إصابة 8 مدنيين وإلحاق بعض الأضرار المادية. أوضح التحالف أن عملية استهداف منصة الطائرات المسيرة نفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة،
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أن عملية التدمير شملت القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عملية الإطلاق. هذا وكان التحالف أعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة نجران جنوب شرق السعودية. سبق ذلك استهداف قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوب اليمن بصواريخ باليستية ومسيرات مفخخة أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 100 عسكري يمني. تصعيد الميليشيات الحوثية البري خلال الأيام الأخيرة تمثل بتنفيذ هجمات متتالية في جبهات مأرب والبيضاء والجوف، والتي تحولت إلى بؤر استنزاف للميليشيات، حيث تكبدت عشرات الضحايا من القتلى والجرحى بالإضافة إلى عشرات الأسرى. هذا ويتزامن التصعيد الحوثي مع تعثر جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي وفشل وساطة عمانية في إقناع الميليشيا بوقف إطلاق النار والانخراط في تدابير إنسانية واقتصادية تفضي إلى مفاوضات السلام شاملة. هذا واعترفت وسائل إعلام حوثية بتلقي عناصر الميليشيات الانقلابية خلال الساعات الماضية ضربات جوية موجعة في عدة جبهات بمحافظتي مأرب وصعدة. وذكرت المصادر الإعلامية أن مقاتلات التحالف شنت عشرات الغارات على مواقع وتجمعات للميليشيات في مديريات صرواح ورحبة في جبل مراد بمحافظة مأرب، كما استهدفت مواقع وثكنات للميليشيات في وادي آل أبو جبارة بمديرية اكتاف شرق صعدة. من الكويت انضم إلينا لمناقشة هذه التطورات الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. دكتور فهد أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. لنبدأ من مسألة الإدانات، الهجمات الحوثية مستمرة، محاولات الاستهداف للأراضي السعودية والتي يتم اعتراضها بالإضافة إلى استهداف الأراضي اليمنية، ومع هذا ما يقابل من قبل المجتمع الدولي فقط إدانات أو دعوة للعودة للتفاوض. هل بات من المقبول إلى غاية الآن أن يرد على الممارسات والهجمات العدائية الحوثية بإدانات وبدعوات فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال قناة الحدث أنا أحيي أبطال الدفاع الجوي السعودي على تصديهم لحماية الأرض والإنسان والمنشآت. نعم. وأحيي الحقيقة طيارين السعوديين الأبطال، وأحيي الشعب السعودي على شجاعته وصموده وخصوصا في المناطق اللي تسقط عليها الصواريخ، فكل الشكر والتقدير لهم. أما بالنسبة لموضوع الاتحاد الأوروبي، أنا أقرأ بياناته، هذه لغة الحقيقة ركيكة، لغة لا تقدم ولا تؤخر، لغة دبلوماسية فقط لإصدار بيان، وقبلهم كانت وزارة الخارجية الأمريكية وقدمت هذا البيان. وإذا شنت قوات التحالف الحقيقة هجوم جاد، بدأوا الحقيقة بالاعتراض على هذه الهجمات. السعودية تتعرض لهجمات إرهابية وتمارس على مواطنيها جرائم حرب من قبل الطائرات المفخخة الحوثية التي تضرب أعيان مدنية، لا تضرب أهداف عسكرية. وبالتالي أعتقد أن هذه اللغة اللي يتحدثون فيها الحقيقة لغة غير مقبولة، لا تجدي ولا تنفع. سمعنا الكثير من الإدانات وسمعنا، لكن لم نجد أنياب سياسية على الأرض تجبر الحوثي أو تجبر من يقف وراء الحوثي في الحقيقة الاستجابة للقانون الدولي. من يقف وراء الحوثي؟ هذا يأخذنا إلى السؤال عن ارتفاع وتيرة الهجمات وحتى طريقة الهجمات. إلى أي حد بالفعل تحب أن الإمداد الإيراني مستمر إلى غاية الآن؟
الحقيقة لا تحتاج حتى إلى إمداد إيراني، أنت تحتاج هذه الطائرات أكيد دربوا عليها فنيين حوثيين، هي طائرات صناعة إيرانية، المواد الأولية أكيد صناعة إيرانية، التكتيك إيراني، قد يكون في بعض الأحيان الخبير أو المشغل إيراني، ولكن على فترة السنوات منذ 2018 وقبلها كان هناك الحقيقة جهد فني إيراني في تجميع تفكيك هذه الطائرات ونقلها إلى اليمن وتجميعها، وبالتالي تلغيمها إما بصواريخ أو بمواد متفجرة. ففي الواقع لا تحتاج إلى الجهد الكبير اللي في الواقع نتخيله، ولا تحتاج إلى الدقة، لأنها هم يريدونها أن تقع في أي هدف مدني أو أي مطار، مطار مساحته كبيرة. بالتالي يعني التكنولوجيا الإيرانية تم نقلها وتدريب الحوثيين عليها وبعض الفنيين. نعم. الآن المشهد الميداني يبدو بالشكل التالي، ثمة محاولات لاستهداف الأراضي السعودية، المدنيين في السعودية، والاستهداف اليمنيين كذلك من قبل الحوثيين بهذه الأعمال الإرهابية، في المقابل ثمة رد سعودي وثمة استهداف لمنصات إطلاق هذه المسيرات. هل هذه الصيغة التي تبدو مقبولة دوليا لحين الوصول إلى الحل السياسي، هل هذه بالفعل أو هذا الشكل الذي يتوقع المجتمع الدولي، ونقصد هنا الأمريكيون والأمم المتحدة، بأن تستمر عليه الأمور إلى غاية الوصول إلى تسوية سياسية؟ أنا أعتقد بعض الدول في المجتمع الدولي تريد إشغال السعودية، تريد جعل هذه الصواريخ هاجس الحقيقة للسياسة السعودية، وبعض هذه الدول الغربية تريد أن تدخل إلى الشأن السعودي أو الشأن الإقليمي من خلال هذه الصواريخ، وبالتالي يهمهم الحقيقة استمراريتها، يهمهم شيء يسمونه status quo، الوضع القائم حاليا. لكن لو تم تطوير هجوم مثلا على ميناء الحديدة وتقربت قوات التحالف إلى 1600 متر، سمعنا الصيحات وصلت إلى مجلس الأمن، والناس حتموت وحتنقطع المواد الغذائية والكوليرا منتشرة، الآن لا نسمع شيء. فأنا أعتقد الدول التي لها مصالح الحقيقة تريد استمرار هذه الحالة، تريد عملية الاستنزاف، تريد عملية التدخل، بينما كانت لها أنياب كثيرة. مجلس الأمن حث على اتفاق أوسلو، وتمت رعاية اتفاق أقصد ستوكهولم في السويد، وفي الكويت عندنا، ولم يمارس الحقيقة المجتمع الدولي، جعل كأن شأن داخلي كمفاوضات. ولكن الذي يفشل المفاوضات لا توجد عليه عقوبات. الأمريكان في آخر أيام ترامب جعلوا بعض الأسماء الحوثية إرهابيين، وأتت إدارة بايدن وألغتهم، بينما نشاهد البريطانيين هم يعرفون من هو الإرهابي، ويعرفون من اللي يرمي الصواريخ، ويعرفون من الحقيقة لا يستجيب لهذه المفاوضات ولا يحركون ساكنا. ما الذي ينتظر من قبلهم باعتقادك دكتور فادي؟ ينتظرون التفاوض النووي مثلا، أم ينتظرون فصل الملفين عن بعضهما والذهاب إلى مفاوضات لحل الأزمة اليمنية بمفردها؟ أنا أعتقد هم ينتظرون الحقيقة تواجد لهم دائم، يعني هم تواجد ودائم سياسي، اللي هو التدخل في صنع القرار. إذا حلت القضية اليمنية انتهى الموضوع. الإيرانيين طرف ثالث، الإيرانيين لا يريد لهذا الموضوع أن ينتهي، ويجعل ورقة عدم استقرار على الحدود السعودية أو على المناطق السعودية. الحوثي أيضا يهدد بإرسال هذه الصواريخ إلى دول خليجية أخرى، وهذه الطائرات المسيرة إلى دول خليجية أخرى. المجتمع الدولي، بعض دول المجتمع الدولي مستفيدة من هذا الوضع، مستفيدة الحقيقة، ولا تريد أن تتقدم خطوة، تريد الوضع status quo، لأن هذا هو الوضع المناسب للاستثمار السياسي والعسكري. لكن لو تم تطوير الموقف عسكريا من قبل الحكومة اليمنية ودعم التحالف، تم تطويره على الأرض في هجمات الحقيقة أخرى، قد يتغير الموقف. الاتجاه إلى صنعاء أقرب الطرق لهذا الموضوع. لذلك يعني اللاعبين في مجلس الأمن مستفيدين من وضع الستاتس كو. لكسر هذا الوضع لابد من تطوير هجوم أرضي وهجوم جوي كما كان في صنعاء، والهجمات تستمر الحقيقة على أماكن التهديد. نعم. ولنفترض دكتور فهد بأن الأمور وصلت إلى تسوية أو إلى حل سياسي، إلى أي حد المسيرات تبقى تهديدا لدول الجوار؟ بلا شك سلاح المسيرات الآن انتقل من سلاح بيد الدولة إلى سلاح بيد مجموعات إرهابية. الأمثلة كثيرة، حزب الله
لديها هذه الأسلحة، وحزب الله مصنف إرهابي. الحوثيين نفس العملية، قد تنقل هذه الطائرات المسيرة أسلحة بيوكيميكال، أسلحة سواء جرثومية أو كيماوية، وتؤثر على التجمعات البشرية. الإرهاب قد يستخدم هذه الأسلحة. إيران من أشهر الدول التي لديها مرونة في تغذية الجماعات المسلحة بالصواريخ والطائرات المسيرة، كحماس والحوثيين وحزب الله، وقد نشاهدها أيضا في مناطق أخرى. لذلك يعني الحقيقة لابد من إيجاد التكنولوجيا اللي الآن كنا نتحدث عنها، عن وجود تكنولوجيا جديدة تتعامل مع هذه الطائرات المسيرة. نعم، كنت معنا من الكويت الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. والأخبار ليلة مستمرة فيها بعد الفاصل. مقتل طالبين اثنين وسط دارفور. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك، قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. كشف قيادي في حركة طالبان الأفغانية عن فشل المحادثات بشان ولاية بنشير. أظهرت مقاطع مصورة استعدادات عسكرية لحركة طالبان تمهيدا للهجوم على الولاية. شریانو کمربند دی کمربند دا غو دا وس پیالان مجاهدین دل تکرار لري او ول تپارون مجاهدین ونن الحمدلله ټول دا حکومت څنګه رونه ونی وسو او غمخه مخدرچ مل میجه دا غو بس پنشیر ټانګان وز د مجاهدینو له ورکښته شوي دي.
من كابول ينضم إلينا الدبلوماسي السابق الدكتور فضل من الله ممتاز لمناقشة كل هذه التطورات. الدكتور فضل من الله أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. ما الذي يجري الآن في ولاية بنشير؟ الأنباء متباينة، حركة طالبان وأقصد هنا ذبيح الله مجاهد تحديدا نفى شن أي هجوم على هذه الولاية وقال إن ما يجري فقط بأن ثمة مواجهات ضعيفة نتيجة استهداف مقاتلين في بنشير لمقاتلي حركة طالبان، ولكن على الأرض فعليا ما الذي يجري؟ تحياتي بابات. وحقيقة هناك كان مشاورات جارية كذلك في كابل لتشكيل الحكومة في نفس الوقت. طبعا هناك كانت طبعا بعد اقتراحات أن تتم تشكيل هذه الحكومة بتوافق الجميع السياسيين بحيث هذه الحكومة تكون شاملة. ولكن تأخير الحكومة كذلك أنا، وهناك مفاوضات أخرى كانت جارية بين البنشيرين وكذلك بين وحركة طالبان استمرت أكثر من أسبوعين كذا، ويبدو أنه لم تصلوا إلى توافق، وبالتالي الآن هناك قوة طالبان تحركت نحو البنشير، كذلك هم حاصروا ولاية بنشير من جميع جهات كذا. وهناك شائعات وأنباء أنه ببعض المناطق ببعض سيطرة طالبان على بعض المناطق مناطق البنشير من جهة خلفية من جهة الشمال أفغانستان من هناك من وراء هذا. حتى الآن يبدو أنه بدأ المعركة شديدة جدا، وقد الناس الذين جاءوا من قريب من أرض المعركة فقالوا نحن كنا سمعنا كثافة إطلاق النار، وكذلك الناس الذين كانوا في على بوابة وادي بنشير هؤلاء كذلك جاءوا تركوا منازلهم جاءوا إلى كابل بعدهم. هل يعني في هذه الحالة بأن العملية العسكرية بدأت، خاصة بأن حركة طالبان كانت قالت اليوم من غير الوارد القبول بشروط أحمد مسعود في ولاية بنشير التي كان طلبها ومتعلقة بالمنطقة الآمنة؟ في المقابل كذلك القيادي في الحركة أمير خان متقي أشار إلى أن المفاوضات لم تأتي بأي نتيجة. صحيح أن المفاوضات ما جاءت بأي نتيجة. طبعا هناك طالبان شروطهم أنهم يتم البيعة لهؤلاء للطالبان، وفي نفس الوقت هؤلاء يطلبون من حركة طالبان بحيث يكون شريك الحكم الحكم مع طالبان، وبالتالي هذا الأمر صعب. أن طالبان يقولون يرون أنفسهم أنهم هم سيطروا على أفغانستان كاملة بأكملها، بالتالي من الصعب جدا أن يقبل شروط هؤلاء هناك. وكذلك في نفس الوقت إشكالية طالبان حتى الآن كان على حذر شديد من هذا الموضوع، لأن استمعوا لنصيحة بعض المستشارين من خارج أفغانستان وداخل أفغانستان بأن معركة في البنشير ممكن إذا امتدت موضوع ممكن هناك يكون تشجيع للآخرين للمقاومة طالبان، وكذلك هناك مشكلة القومية طبعا هناك ربما إذا استمرت معركة البنشير ربما هذا مدخل يكون للمعارك الأهلية في أفغانستان، ربما يكون معارك القومية في أفغانستان، فبالتالي نسأل الله العافية. بالتالي هذا الأمر صعب جدا، ليس مسألة مقتصرة على البنشير أن تنتهي موضوع ببنشر، ولكن إذا هذا ممكن يمتد إلى باقي أفغانستان، وكذلك هناك النزاعات القومية مرة أخرى تصار ممكن. نعم، محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان أو الحركة السياسية أو الجناح السياسي لحركة طالبان منذ فترة حينما كان ضيف معنا قال عن ولاية بنشير آخر العلاج الكي. إلى متى تبقي حركة طالبان ولاية خارج سيطرتها، ومتى تتخذ قرارا نهائيا بضرورة مهاجمتها؟ مسألة ليست مسألة الجغرافيا هنا، ليس مثلا يعني بنشيرين الآن جميع القوات الذين قوات التي كانت في كابل وكذلك في شمال أفغانستان هم تجمعوا في وادي بنشير، وأنتم تعرفون موقعة البنشير ناحية جغرافيا تاريخيا أنهم
في عهد الاتحاد السوفيتي كذلك كان لديهم مقاومة، وكذلك كان هذا كان خندق من خنادق صعب العبور بالنسبة لجنود الاتحاد السوفيتي السابق. كذلك الطالبان في عهدهم الأولى لم يستطيعوا أن يدخلوا مدينة بالنسبة لولاية البنشير، ليس هذا فقط إنما أصلا هناك البنشيرين يعني يعتبر رمز من رموز كما يسمونه مقاومة، وكذلك ممكن خندق من خنادق المقاومة، أو كذلك موطن للقادة المقاومة جبهة الشمال خاصة الجمعية الإسلامية الذي كان هناك معقل كان لأحمد شاه مسعود القائد التاريخي لجهاد أفغانستان. فبالتالي مسألة البنشير ليس قص مسألة جغرافيا أو مدينة، إنما هناك عدة أشياء ترمز عدة أشياء مدينة البنشير أو ولاية البنشير أكثر من جغرافيتها أكبر من جغرافيتها. حركة طالبان عينت اليوم والٍ على هذه الولاية، كيف يفسر هذا الإجراء باختصار شديد الدكتور فاضل الله؟ طبيعة على حد الموضوع أن طالبان سابقا حتى يعني من بعد 2001 ذاك هناك كان لديهم تعيين أولات على جميع ولايات، كان رغم وجود الحكومة هناك كانت لديهم مسمى والي الولاية حاكم الولاية، هذا يعني لا ليس معنى ذلك أنهم بالفعل هم سيطروا على البنشير، ربما هم يسيطرون ربما لأن مدينة البنشير ولاية البنشير محاصرة من جميع الجهات، وكذلك طرقهم مقطوعة وشرائين الاقتصادية كذلك لولاية البنشير مقطوعة، كذلك هم قطعوا اتصالات بنشير، هذا كله تم. ولكن في نفس الوقت ما أقول لكم أن مدينة ولاية البنشير هناك الآن تجمع كبير من قوات الدولة، هناك من الدولة السابقة حكومة السابقة أكثر من 10,000 جنود هناك موجود، ربما الله أعلم ربما يكون هناك قتال شرس جدا 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 جداً. ربما لم يحدث بعد سيطرة طالبان على عدة ولايات أخرى، ولكن ربما بنشير ربما يكون هناك قتال شرس جدا جدا، نسأل الله العافية. نعم، من كابل كنت معنا الدبلوماسي السابق الدكتور فاضل الله، ممتاز شكرا جزيلا لك. طلب السودان أمس من الشرطة الجنائية الدولية انتربول تعاقب مطلوبين رئيسيين من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، فروا من البلاد عقب إطاحة الحكومة السابقة في إبريل 2019، أبرزهم مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله غوش. وبحسب مصادر في الخرطوم، فإن المكتب الوطني لانتربول بالخرطوم فعل النشرة الحمراء وطلب من مدير إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية بالقاهرة إلقاء القبض أيضا على كل من شقيق البشير العباس حسن أحمد البشير وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود عباس. هذا وذكرت الخارجية الأمريكية أن لديها معلومات موثقة بأن غوش كان متورطا في عمليات تعذيب أثناء رئاسته وعمله في جهاز الأمن والمخابرات الوطنية. سودانيا أيضا قتل طالبان اثنان وجرح آخرون خلال إطلاق القوات الأمنية للنار على تظاهرات للطلاب في جامعة زلينجي بولاية وسط دارفور. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان إن تجاوزات حدثت من بعض منسوبي القوات النظامية وهو ما أدى إلى سقوط الضحايا. دخل راب عربات الوالي، عربات الوالي عربات الوالي عربية دوالي ولاية وسط دارفور دقيقة عيسى واقف بدون صورة هنا طالب
ادينا صدام تعال اسمع قال ادينا صوره قدام دو ادينا صوره قال ادينا قال ادينا صوره امسك هنا امشي ايوه امشي ادينا صوره ادينا صوره هنا ها اربع حاجه ادينا صوره ها ادينا صوره ادينا صوره مسوي كده بس ما هذا فيديو بس اتفضل اتكلم بس كده قول لك انا في فيديو الكلام فارق فيه صور 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 انا عربات وز ولاد وسط دارفور تم احراق ولايه وسط دارفور. للمزيد من المعلومات والتفاصيل انضم الينا من الخرطوم الكاتب الصحفي عبد الله اسحاق. السيد عبد الله اهلا بك على شاشه الحدث وفي الاخبار الليله. اذا قتل طالبان واصيب 11 بجروح، بين هذه الجروح اصابات خطيره كان الامر امس اثر اطلاق قوات نظاميه ذخيره الحيه على احتجاجات لطلاب في وسط مدينه دارفور. نريد ان نعرف في البدايه اسباب هذه الاحتجاجات وما الذي جرى، لماذا اطلق الرصاص الحي على الطلبه؟ مساء الخير ونسأل الله العافية للجرحى والرحمة للموتى. والذي حدث هو حدث صغير ما كان أن يكون ذلك، ولكن لتهور بعض منسوبي القوات النظامية أو أحد جنود وأطلق النار على بعض الطلاب الذين كانوا محتجين في مسائل بسيطة، وبعد إصابة البعض ومقتل البعض ازدادت وتيرة الاحتجاجات الطلابية وأخذت منحة مسار أعمال تخريبية، منها تم حرق أمانة حكومة الولاية كما تشاهدون، وتشاهدون أيضا كما ورد في التقرير أنه هنالك بعض من العربات أيضا لأمانة الحكومة. وما كان كل ذلك أن يكون إذا ما وضع هؤلاء الطلاب في الاعتبار أن هذه هي بلدهم وأن هذه الممتلكات هي ملك لآبائهم وليست ملك لأحد. الحكومات ستذهب آجلا أم عاجلا، ولكن التخريب مرفوض وأيضا العنف مرفوض بمعنى كامل. ولكن حقيقة الأمر أن الذي حدث في زالينجي بالأمس هو مؤشر خطير، بل أنه يمكن أن يصل إلى مناطق أخرى إذا ما لم نحسن التعامل فيما بين الأجهزة الأمنية وبين المواطنين. سيد عبد الله، ما تقوله جدا مهم. نعم. في مسألة المؤشرات والتداعيات لاحقا، ولكن قبل ذلك نريد أن نفهم أسباب هذه الاحتجاجات. ما ينقل في الصحافة السودانية يقال فقط بحسبه بأن الاحتجاجات كانت مطلب أو لرفع مطالب طلابية فقط متعلقة بالبوابة الشرقية للجامعة فقط، هل هذه المسألة حقيقة؟ نعم، هي احتجاجات لمطالب طلابية بسيطة. المطالب تتمثل في الإسكان وتتمثل في توسيع في تحويل إدارة بعض الكليات إلى موقعها الجديد، وكانت هي في بسيط في شكلها، وكان يمكن احتوائها إذا كانت هنالك إدارة جامعة مبادرة، أي أن إدارة الجامعة فتحت طريق للحوار مع الطلاب. ولكن انسداد الأفق في هذه المسائل يجعل من الطلاب دائما هم يتصرفوا مثل هذه التصرفات. ولكن عزاءنا هو أننا الآن فقدنا نفسين أو فقدنا شخصين، وهم طلاب كان بالإمكان أن يكونوا قيادة وريادة للسودان في المستقبل، بل أننا فقدنا الأكثر بذلك. مؤسسات هذه الولاية هي واحدة من ضمن الولايات التي تم إنشاءها مؤخرا، محتاجة إلى البنيات التحتية. الآن تم تخريب معظم البنيات التحتية التي بها، فعلى كل عملية التحقيق التي تم تكوينها ستكشف في الأيام القادمة أوجه القصور
ومن هم الذين يقفون وراء هذه الأحداث برمتها. لكن أستطيع الآن أقول أن الذي حدث مدان ومرفوض من كل الأطراف، بل أن الذي ذهب إليه حزب المؤتمر السوداني ذهبت إليه كل القوى السياسية وكل القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني، باعتبار أننا لا نستمر في العنف، لأن العنف هو الذي جاء بثورة ديسمبر، جعل من هذه الثورة أن تسقط أكبر نظام ديكتاتوري في العالم. سيد عبد الله، فالآن يجب التعامل. نعم نعم سيد عبد الله، عذرني على المقاطعة. ما يصلنا الآن من دارفور أو حتى قبل ذلك، قبل يوم، لأن الحدث كان أمس، أن رقعة الاحتجاجات كانت توسعت بعد مقتل الطالب الثاني. هل الاحتجاجات مستمرة إلى غاية الآن أم أن الأمور هدأت في المنطقة؟ هو تم إعلان طوارئ، حكومة الولاية اتخذت إجراءات، وأيضا حكومة الإقليم في متابعة لصيقة لما يجري هناك حتى يتم احتواء هذا الأمر في طوره الطبيعي. ولكن العملية هي أن تقتل طالب، نحن هنا عندنا مقتل طالب يمثل مقتل أمة، وبالتالي لا يمكن الأمور أن نقول أنها انتهت، ولكن المطلوب أيضا من أبنائنا الطلاب أنهم لا يذهبوا أكثر من ذلك، بل أنهم يطالبون بحقوقهم وينتظروا لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للفصل في هذا النزاع، والكشف عن ملابسات الحادثة، والكشف عن المتورطين في هذا الحادث الأليم. نحن الآن أمامنا لجنة التحقيق، وهنالك إجراءات كثيرة اتخذتها حكومة الولاية في هذا الشأن، وكل ذلك يعزز من عملية السلم والاجتماعي. ولكن أعطي مؤشرات أخرى أن العنف ما دار في دارفور مطور، وأن الأجهزة الأمنية ما زالت قليلها أو يسيرة تستخدم العنف في مواجهة مواطنيها. نحن الآن نرفض العنف وندين أعمال التخريب التي طالت المؤسسات المدنية والمؤسسات الملك لشعب وسط دارفور والملك للشعب السوداني، لأننا هنالك ولاية بنياتها التحتية منهارة أو تعد على الأصابع، وإذا ما تم تخريب كل هذا تصبح ولاية فقيرة، والمستندات التي تم حرقها هي أيضا ملك لمواطنين، وفيها كثير من حقوق المواطنين تكون ضاعت بسبب أو آخر. كنت معنا من الخرطوم الكاتب الصحفي عبد الله إسحاق، شكرا جزيلا لك. والأخبار ليلة مستمرة فيها بعد الفاصل. سيف الإسلام، طريق غير معبد لرئاسة ليبيا. مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءته ما بين السطور. 19:00 اكتشف ما بين السطور من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. تزامنا مع ذكرى الفاتح من سبتمبر في ليبيا، ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية أن سيف الإسلام القذافي قرر رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر. نقلت عن مصادر خاصة أن سيف الإسلام سيعلن ترشح رسميا في وقت لاحق. وكان نجل القذافي كشف في حوار مع صحيفة تايمز أنه يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومعنا هنا في الاستوديو عبد الباسط بن هام الرئيس تحرير صحيفة الساعة 24 الليبية. عبد الباسط أهلا بك على شاشة الحدث وهنا في الاستوديو وفي الأخبار الليلة. إذن مثل ما كانت متداولة الأنباء بترشح سيف الإسلام القذافي، على ما يبدو ثمة تأكيد اليوم بأن الرجل يترشح. في البداية، هل بدأ سيف الإسلام القذافي اتصالاته رسميا للترشح واتصالاته كذلك مع شخصيات ليبيا ومع القبائل اللي يدعم منها؟ أولا من حق سيف الإسلام، هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى هذا الإعلان، ومن حق سيف الحقيقة كمواطن ليبي الآن يعني أن يترشح، أن يخوض غمار الانتخابات. هناك مؤيدين وأنصار كثيرون، مطلوب للجنائية الدولية للخارج وليس للداخل، هذا مطلب شعبي في النهاية. الإرادة الشعبية هي التي تعبر عن الحقيقة التي ما يريدها الليبيون. نعم. إنما الخارج لا يعبر عن إرادة الشعب الليبي، ليس لهم دخل بالشأن الليبي أبدا في ظل التنازعات وظل المشاكل الكبيرة التي تمر بها ليبيا. وبالتالي علينا أن ننظر للخارج، علينا أن ننظر لأصحاب القرار الحقيقيين، هم الشعب الذين هم يعبرون بحقيقة الأمر عن واقعهم ومن الذي يرونه مناسب لهم. نعم. لكن إذا ما عدنا حقيقة للمعوقات الكثيرة التي ممكن أن نتحدث عنها، القانونية وغيرها. عبد الباسط، قبل أن نتحدث عن المعوقات، ولكن كنت سألتك إن كان سيف الإسلام القذافي فعليا بدأ اتصالاته مع قبائل ومع شخصيات لدعمه، هل بالفعل رسميا يمكن أن نقول أنه مرشح للانتخابات إن أجريت هذه الانتخابات؟ بالتأكيد إذا كان أجريت، نتمنى أن تجرى الانتخابات حقيقة في ظل هذه المشاكل الكبيرة. بالتأكيد سيف لديه اتصالات مع الكثير من الأطراف الليبية، هو على اتصال طالما أنه موجود وفي الأرض الليبية، وبالتالي هناك تواصل بكل تأكيد. بعيدا عن وسائل الإعلام، نعم، لأنه في ظل هذه الأوضاع لابد أن يبتعد الرجل كثيرا عن وسائل الإعلام، لأنها حقيقة تستخدم وتوظف في غير محلها. التواصلات كبيرة، أعتقد أنها مع شيوخ وعيان القبائل بالدرجة الأولى، ثانيا الكثير من الأطياف السياسية الليبية. الرجل كما قلت لك هو مطلب الكثير من الليبيين، لديه شريحة كبيرة مؤيدة، لديه أنصار، خاصة إرث النظام الليبي السابق. الكل يرى فيها أن هذا الرجل ربما أن يكون هو حقيقة الرقم الصعب في المعادلة الليبية. عبد الله بليحق الناطق باسم البرلمان كان قال كذلك أنه يحق لسيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات المقبلة إن انطبقت عليه الشروط. موافقة البرلمان بهذه الطريقة وبهذه الصيغة، هل يعني تأييدا أم سكوتا عن ترشح الرجل؟ لا، البرلمان كما قال أيضا السيد عقيلة صالح، يعني سؤل عقيلة صالح من خلال قناتكم عن ترشح سيف الإسلام، قال مواطن ليبي، يعني بصحيح العبارة. كلام عقيلة صالح ليس بجديد، كان قالها أيضا في قانون المصالحة وقانون العفو العام الذي صدر في 2015، قال أن من حق سيف أن ينال، وهو يعني مواطن ليبي، وقانون العفو العام يشمل أيضا سيف الإسلام. وبالتالي إذن هذه تأكيدات من أعلى سلطة تشريعية منتخبة من الشعب الليبي تؤكد على مشروعية الانتخاب، وبالتالي هذا سيؤسس إلى مرحلة توافق. يعني الكثير من نحن لسنا في مرحلة سياسية طبيعية، نحن في وضع غير طبيعي في ليبيا، وبالتالي علينا أن ننشئ قانون موائمة حقيقية ما بين القديم والجديد. علينا أن ننظر إلى الأمام، كيف أن يحقق معادلة المصالحة المجتمعية بين الشعب الليبي في ظل نسيج متمزق بشكل خطير جدا. نعم، إلى غاية الآن تحدث عن الداخل الليبي، ولكن تعلم بأن ليبيا باتت ساحة للصراع الدولي. تذكر مقالة تايمز أو المقال الطويل جدا عن سيف الإسلام القذافي في هذه المقابلة قبل ترشحه رسميا للانتخابات، ذكرت بأن الرجل مدعوم روسيا.
هل بالفعل تعتقد بأن ثمة توافقات وثمة دعم من جهات دولية لسيف الإسلام القذافي لترشحه؟ أولا هو أعتقد أن كاتب المقال فرغ المقابلة من محتواها وكانت في صيغة تقرير وليست مقابلة، لأن كانت هناك عدة شخصيات بالتأكيد متداخلة مع الشخص في الإسلام. أخرجت سيف الإسلام وخليفة حفتر وعقيلة صالح في ثوب آخر، أنهم هم الذين أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه الحال، وأخرج فقط شخصية مثل فتحي باشاغا بأنها المنقذ في ظل الوضع الراهن، وكأن هناك تأويل وهناك نقل معين تم به الكاتب. يعني بعيدا عن المقالة لن تنتقد زميل بالتأكيد، ولكن أقصد أن المقالة أو المقابلة فرغت بطريقة مقالة طويلة وذكرت العديد من الشخصيات أذكرها جيدا، ولكن في مسألة الدعم الروسي هل بالفعل سيف الإسلام القذافي في مدعوم من جهات دولية، مدعوم روسيا؟ لا أعتقد، هذا بعيد كل البعد. الرجل موجود في الأراضي الليبية ولم يتحصل على دعم مباشر من جانب روسيا ولا أي دولة أخرى. هل يحتاج مرشح للرئاسة الليبية دعما دوليا؟ لا أعتقد، أن من يريد الترشح أن يذهب من البوابة الخارجية أو البوابة الليبية هي الأهم. هذا لن يكون رئيس الليبيين، إذن هو نتاج لتوافق مثل المجلس الرئاسي الحالي، يعني نتاج لتوافقات خارجية، صراعات خارجية أدت بوجود مجلس رئاسي حالي، وحتى ما قبله كان فايز السرائي نتيجة توافقات خارجية. نعم. نكون صريحين، وهكذا هو تعريف الوضع في ليبيا اليوم. نعم، باختصار شديد أقل من دقيقة، حظوظ سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا كبير جدا، ورقم واحد في المرشحين. كنت معنا هنا في الاستوديو عبد الباسط منهام، الرئيس تحرير صحيفة الساعة 24 الليبية، شكرا جزيلا لك. تستعد مصر لتشين أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج لقاح فيروس كورونا خلال شهور. هذه الخطوة تأتي في ظل تحذيرات من الموجة الرابعة وفي ظل مناشدات حكومية للمواطنين بضرورة التطعيم واتباع الإجراءات الاحترازية. هكذا بدت شوارع القاهرة مع بداية فصل الخريف. استمرار التحذيرات من الموجة الرابعة من فيروس كورونا لم تؤثر في مشاهد الزحام المعتادة. بعض المواطنين يرتدون الكمامات، آخرون بدوا غير مبالين. رئيس الوزراء ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسرعة تلقي اللقاح. الأعداد الأخيرة أشارت إلى تلقي أكثر من 6 ملايين مواطن للقاح، نسبة تظل أقل من 10% من نسبة السكان. بعض المواطنين لم يسجلوا بياناتهم حتى الآن. أعرف ناس كثيرة اتطعمت وعندهم مش مشكلة يعني، بس انا مستني بيني وبينك كده يعني لما العمليه تريح شويه. الان زي اي حد يعني. الحكومه كانت قد قامت بانتاج لقاح سينوفاك الصيني مع الشركه فاكسيرا. اللقاح المصري الجديد يعد مماثلا من حيث مكوناته وجودته للقاح الصيني، وحصل على اعتماد بطرحه من هيئه الدواء المصري. احنا بنشتغل دلوقتي مع منظمه الصحه العالميه، يمكن بقالنا حوالي اكتر من شهرين، وبنعد حصول اللقاح المصري على اعتراف منظمة الصحة العالمية، وإن شاء الله متوقعين قريبا جدا يكون انتهينا من الفايل. فإحنا بنطمن المواطن المصري اللقاح بتاعنا آمن وفعال بنسبة 100%. وفي مدينة 6 أكتوبر يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من تدشين أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج اللقاح الجديد. الخطة تستهدف إنتاج 1 مليار لقاح سنويا في شهر نوفمبر المقبل. مصنع 6 أكتوبر اشترينا كل المكن وكل خطوط الإنتاج وكل 8 معامل تم تجهيزهم. احنا دلوقتي في مرحلة في 6 أكتوبر في مرحلة اختبار أنظمة التشغيل. ولكن يبقى التحدي الأبرز في إقناع القطاعات الأكبر من المصريين في تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية، فيما تستمر أعداد الإصابات والوفيات متراوحة بين الصعود والهبوط مع استمرار التحذيرات من احتمالية زيادتها مع ظهور المتحورات الجديدة التي بدت تثير القلق على مستوى العالم. أحمد عثمان، الحدث، القاهرة. إلى التطورات السورية، إذا أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة روسية دخلت درع البلد برفقة وجهاء المدينة ولجنة أمنية تابعة للنظام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام ووجهاء المدينة في درعا. اليوم الدول نفسها جاية تستسمح درع البلد وجاية تطلب الصلح من درع البلد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا شباب الوصف كثير والتعبير كثير، والله لساني
عاجز عن الكلام بصراحة. الحمد لله رب العالمين. ها هو الجيش الروسي وها هو السوري وها هو كل دول العالم جاي اليوم على درع البلد، وها هي في نص درع البلد جاي تطلب الصلح في درع البلد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الله يرفع شأنك يا درع، الله يديم عزك يا رب، الله يديم عزك يا رجال درع البلد. رفعته شأنها بدرع البلد، رفعته كرامته. الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يا درع، الله يحفظك يا درع. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. إذن هذه الحلقة من الأخبار ليلة انتهت، فالسلام عليكم.